ونعود إلى فريق ألف وأحمد ماهر. يلا يا حمادة الحل. يلا يا حمادة. يلا يا جماعة عايزين نفسك. يا حبيبي. يا حبيبي. مسرحية. موجودة دلوقتي. فيها محمد. عشان خاطر عيونك. علشان خاطر عيونك. مسرحية استعراضية كوميدية تعرض الآن ومن بطولة فؤاد المهندس وشريهان ومحمود الجندي والمنتصر بالله، وهي من إخراج الأستاذ المخرج السينمائي المسرحي الإذاعي حسين كمال. إجابة صحيحة ويستحق عنها فريق ألف 3 درجات. ونعود إلى فريق ب ويونس الشلبي. مصر بيت مصر 3 كلمات الأخيرة. الأخيرة الدنيا الهوى الناس 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 ناس ناس الأولانية. مين؟ أنا بنت ناس. مين؟ فين؟ ميم ميم هي فيها ميم الأولانية. التانية بقى؟ الأولى والتانية. الأولى والتانية أولهم ميم. تعال ميم أولها ميم؟ يعني حاجة أولها ميم؟ الأولى أولها ميم بمعنى تعالى. ما تيجي ما مفيش ما ما ايوه ايوه مع مع ما لا لا نني نني من من منين 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 اجيب ناس منين اجيب ناس منين اجيب ناس. مسرحية تأليف الشاعر الراحل المخرج الممثل الشاعر نجيب سرور وإخراج مراد منير، وكانت بطولة محسنة توفيق وعلي الحجار، ودي مسرحية قدمها القطاع العام من 2 سنين بس. إجابة صحيحة بيستحق عنها فريق به 3 درجات، وبتصبح النتيجة الآن فريق ألف 12 درجة فريق به 10 درجات. ونعود لفريق ألف وسيد زيان. عملنا فيك يا بوسيس. تعال تفضل. نقاط صغيرة. تمام. كم كلمة؟ 3 كلمات. الألف واللام فين؟ الأولانية. الأولانية؟ لا الأولانية فيها ألف لام؟ مفيش ولا كلمة فيها ألف لام. ماشي ماشي. الأولانية. الأولانية؟ الأولانية دي الأولانية أيوة. شد حيلك يا سيدي. ماشي مر يعني مر. حاجة مرة. صبر صبر. لا لا ما من غير استخدام البق. ملح. مربى. ملح. ملح. بقول لك حاجه مره تقول مربى. ما قلب على حاجه تانية انت مش فاهم. مزز. مزز. ايوه مربى رنجه. مر. بوم في البيت المربى. مر. اول كلمه. طب الكلمه الثانيه. ايوه ايوه. مش يعني. مش. رجعت الدقيقه الاولى. مش. ده اول كلمه. مربى تقول له مر. تقول له مربى. لا مش هحبك او فاروق بص حركش بقى يا سيدي الا هيوصل منك درجات على طول. يا فاروق انت حاجه بنت صغيره عين صغير طفل حب يعني فيها حب عشق وداع. مش هرجع لك وداع. مش هرجع لك. مش هودعك. مش هودعك. مش قادر اودعك ولا اشوفك واسمعك. لا واحده والاثنين هتاخد. ايوه ايوه مش ايه هي الغنى دي هم غني. مش ايه مش عايز اودعك. مش قادر اودع. مش هاين. ايوه مش هاين اودعك واشوفك واسمعك. اغنيه نجاه الصغيره. اجابه صحيحه. والحقيقه كان ممكن فعلا سيد يشرحها اسرع من كده انما هو اتاخر
في حكاية المشي دي. لا معرفوش مشي دي. لا أنا مشهور عن درجتين لفريق ألف لأنه جاوب بعد الدقيقة الأولى.